المحور الرئيسي اللي كان في هذه الزيارة تاع اليوم هو محور الطاقة بشقيه. هناك الشق المتعلق بشبكة الغاز الطبيعي، حضرتوا معنا في ولاية جلال ونوضعنا في الخدمة مشروع انتظره السكان طويلا يتعلق بتزويد الساكنة بالغاز الطبيعي، سوف يمكن المنطقة أولا من الاستقرار وإعادة بعض النشاط على مستوى تلك التجمع السكاني اللي عرف صعوبات في الماضي. الشق الثاني هو يتعلق بزيارة محيط فلاحي هام، هو محيط شاطيوة دائما بمنطقة زمورة لاستفاد من عملية كبرى للكهرباء الفلاحية. الكهرباء الفلاحية هذه شملت عدة منشآت فلاحية، منها مستودعات لتربية الدواجن وكذلك مستودعات لإنتاج البيض. في نفس المحيط كذلك هناك هذه الكهرباء الفلاحية مكنت من تشغيل آبار فلاحية كانت خارج الخدمة. الحمد لله يعني على كل حال الغاز هذا والله غير كان يعني خاصنا يعني بزاف بزاف، المنطقة هذه باردة بزاف وعدنا بزاف وحنا نعانيو هنا، وصلنا الحمد لله يعني وصلنا الغاز هذا يعني يعني رحمة ربي. هذه الساعة مشكورين على المجهودات اللي بذلوها على جالنا، وهما داروا اللي عليهم يعني يعطاو لنا جابوا لنا كهرباء والباقي علينا ان شاء الله، احنا ثاني ان شاء الله نكونوا في الميدان ونقدموا ان شاء الله الاحسن في الاحسن ان شاء الله.